هذا وأقيمت اليوم في عدة محافظات فعاليات عدة بمناسبة اليوم العالمي للطفولة. ففي الجوف نظم مكتب الشباب والرياضة فعاليات رياضية احتفاء باليوم العالمي للطفل والذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل. وقال مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالجوف حسن الهذلول إن هذه الفعاليات تأتي ضمن الأنشطة المتنوعة التي يقيمها المكتب في مختلف المجالات الرياضية بالمحافظة احتفاء بيوم الطفل، والتي تسهم في تعزيز حق الطفولة في مختلف نواحي الحياة. ايوه يا ابوي الملك كشمل كشمل رجعنا الشمرين عليك.